كشفت صحيفة الفاينانشال تايمز أن جهات مانحة للحزب الديمقراطي حذرت بايدن من تأثير موقفه إزاء غزة في إعادة انتخابه، وتنقل الصحيفة عن جورج كروب أحد كبار الجهات المانحة خشيته من أن موقف بايدن إزاء الحرب الإسرائيلية يعرض حملته الانتخابية للخطر. كروب وفي حديث إلى الصحيفة البريطانية وصف الحرب بأنها بمنزلة كارثة لبايدن، وأكد أن الرئيس الأمريكي بحاجة إلى تعليق شحنات الأسلحة لإسرائيل لأسباب إنسانية وسياسية. كروب الذي وقع على رسالة في أذار مارس الماضي مع عشرات المانحين والناشطين الذين أعربوا عن قلقهم بشأن الحرب، يرى أن بايدن بحاجة إلى عقيدة واضحة تخرج إسرائيل من غزة وترسم طريقا لحل الدولتين. وفي هذا السياق ذكرت الفاينانشال تايمز أن هناك مخاوف متزايدة من أن انقسام الحزب الديمقراطي بشأن الحرب قد يصب في مصلحة دونالد ترامب في الانتخابات. وتبين الصحيفة أن موقف بايدن من الحرب أدى إلى انقسام الديمقراطيين وسط مخاوف من أن يتخلى الشباب المناهضون للعدوان عن بايدن، في حين أن الديمقراطيين المؤيدين لتل أبيب قد يتحولون إلى ترامب.